كلما كانت هنالك حرية اقتصادية الطاقات تنطلق، الأفراد يعملون، البيوت تبنى، الأراضي تعمر، الطاقات تنطلق. بعد لا يبقى هنالك شاب يحتاج إلى بيت، هاي الأراضي موجودة، كم أجر يضعها بعضها فوق البعض الآخر، هذا بيت. بعد شاب ما يحتاج إلى أن يبقى إلى بعد الأربعين حتى يجمع ثروته شيئا فشيئا ويتزوج، البيت موجود، الأرض موجودة، اذهب وازرع هذه الأرض واستفد منها ولا يمنعك أحد.